الحقيقة هو حفل كتير بيشرفني أن يكون فيه حفل عيد دار الأوبرا 19. بيشرفني، أنا كنت بالدار الأوبرا من أول ما افتتحوها، كنت طالبة بالمعهد وكنت بالافتتاح. أكيد بيعني لي كتير وجودي بهذا الحفل ووجودي مع الفرقة الوطنية السورية للموسيقى العربية بقيادة المايسترو الأستاذ عدنان فتح الله. عبر هال 19 سنة كتير أضافت كتير أشياء حلوة للمشهد الموسيقي السوري، كتير من هون انطلق موسيقيين جدد لسوريا وللوطن العربي، وفي منهم للعالم أيضا. كتير صار في من هون نعمل مشاريع حلوة، وبذات الوقت صارت أساس لأهم العروض الفنية بالبلد. كلياتنا سعيدين بالعيد 19 للأوبرا. هذا الأوبرا السورية كانت حلم بالنسبة لنا أنه تتأسس، وبالفعل تأسست وما زالت اليوم عم تقدم كل ما يليق، عم تقدم أعمال جادة، أعمال تحمل قيمة فكرية وقيمة موسيقية. وقت كنا طلاب كانت بالنسبة لنا طموح هو الصعود على مسرح الأوبرا مثل ما هو طموح لطلابنا. فبتمنى أكيد هذا الإحساس أنه يضل 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 موجود. بتمنى دوام القلق ودوام العطاء أكيد لدار الأوبرا. دار الأوبرا اللي عم تحتضننا أكيد على المسرح، عم نقدم فيها مشاريع موسيقية، تجاربنا أكيد على هذا المسرح. دار الأوبرا اللي من خلاله عم يوجه رسائل جدا مهمة فحواها الإنسانية، فحواها المحبة والسلام، وخاصة بدي أقول أنه بأيام الحرب كان دورها جدا كبير، ما تأثرت أبدا ولا وقفت نشاطاتها، وكان في إيمان من الأساتذة الموسيقيين أكيد بوجهون تحية فردا فردا.